مين معانا؟ السيدة أم محمد تتفضل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟ بخير الحمد لله، اتفضلي. لو سمعت انا عايز اسال حضرتك على حاجه. انا عندي ابن 9 سنين وواحد 6 سنين، هم بيحبوا يبصوا على ايدي وعلى رجلي، فكان فيها حماتي موجوده وجوزي يقولوا لي لا كده حرام او كده غلط انها كده تتحملي وزر ان هو يبص على رجلك. كمان سؤال تاني معلش يا شيخ الله يكرمك، هو انا دلوقتي مثلا لو عندي حد مثلا انا بعمل له الحاجه بس معلش بس معلش بمناسبه بس الحرام والحلال، المجمع الفقهي اللي عندكم في البيت هما بيقولوا حرام بناء على ايه؟ مش عارفه، قالوا لي لا كده انت هتاخدي وزر، وهم اولادي بيحبوا يبصوا على ايدي بصوا على رجلي. يعملوا كده، يعملوا كده وليس فيها شيء ولا حاجه خالص، ان ايه هو عايز يحس بان هو بيحترمك وبيقدرك، بس على ايدك وبس على قدمك ولا في اي شيء خالص. وعلى رجلي ده عادي برضه يا شيخ؟ وكذلك كذلك يعني حتى عندما نقول بان فان القدم فان الجنه عند قدمي، فيجوز ان هو الراجل عايز يقدرك، حتى لو ان دوت من باب الاحترام ومن باب التقدير وليس فيه شيء.